عاجل، الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية لاقتحام محافظتين جنوبيتين غير شبوة. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. بدأت قوات الحوثيين بشن هجوم عنيف في محافظتين جنوبيتين دافعين بتعزيزات عسكرية كبيرة للمحافظتين ردا على تقدم قوات العمالقة في مديرية عسيلان بشبوة. وكشف الصحفي فارس الحميري مساء اليوم عن سقوط قتيل وعدة جرحى إثر قصف بطيران مسير مفخخ للحوثيين على مواقع لقوات الانتقال في الهضبة والحيد الأحمر ومواقع التماس العسكري في يافع. وقال الحميري في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخبارية بأن الحوثيين يدفعون بتعزيزات كبيرة بينها أسلحة ثقيلة ضمن استعدادات لشن هجوم على جبل العر الاستراتيجي والتوغل في مناطق يافع بمحافظة لحج. وكان الصحفي الجنوبي محمد الحنشي قد أكد أن الحوثيين بدأوا بعملية عسكرية خاطفة في أبيان لإرباك القوات التي تتقدم في محافظة شبوة. وأوضح الحنشي في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخبارية أنه منذ صباح اليوم شن الحوثيون هجوما على جبهة ثرى في محاولة للنزول من العقبة والوصول إلى لودر والتقدم نحو أبيان، مؤكدا اندلاع معارك عنيفة وقصف مدفعي من المقاومة الجنوبية في جبهة ثرى. ونقل الحنشي عن مصادر في مكيراس أكدت حشد الحوثيين المئات من عناصرها بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة باتجاه عقبة ثرى، لافتا إلى وجود مقاتلين سلفيين ومقاومة جنوبية محدودة في ثرى للتصدي للهجوم الحوثي الكبير، في حين لم تتدخل القوات المشتركة في شقرة والألوية الشرعية في لودر وعكد ومودي.